الصين يدفعونا كمان، بس تعاون مع ممثلنا اللي احنا في صندوق الائتمان الاستاذ عبد المجيد ممكن حقق لنا احنا مدرسه حتى المشروع الكبير اللي هو تنفيذ نحو الفرات اللي على المضيق الباب. السلام عليكم، الله يعطيكم العافيه. احنا اليوم تاريخ 30/11/2022 تم اجراء انتخابات المجلس المحلي في مدينه جرابلس وريفها، واختيار الاعضاء من الفعاليات واهالي مدينه جرابلس. تم اختيار وانتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس واعضاء المكتب التنفيذي واعضاء المجلس. بنبارك لهم ونتمنى لهم التوفيق، بالاضافه لننوه لنقطه انه كان في سيدتين من الاعضاء كتعزيز لدور المراه في المجالس المحليه ضمن المجلس المحلي مدينه جرابلس، والمجلس الجديد ان شاء الله رب العالمين راح يباشر عمله مجرد صدور قرار اعتماده من مجلس المحافظه ووزاره الدوله المحليه بالحكومه السوريه المؤقته. الاعضاء مجلس محلي، نائب رئيس المجلس ترشح لعضوين نائب رئيس مجلس محلي بجرابلس، تقدم الى الان الدكتور علي منحنى. بداية أود أن أترحم على أرواح الشهداء، شهداء ثورتنا العظيمة والحرية للمعتقلين والنصر لثورتنا. باسمي وباسم أعضاء المجلس المحلي في مدينة جرابلس أود أن أرحب بالحكومة المؤقتة، كما أتوجه بالشكر والامتنان للحكومة التركية. اليوم الأربعاء اجتمع أعضاء المجلس المحلي في قاعة المجلس المحلي في مدينة جرابلس، فخلال الجلسة تم النقاش بين أعضاء المجلس لاختيار رئيس المجلس واختيار نائب لرئيس المجلس، فتم اختيار بعد مشاورات يعني مطولة بين أعضاء المجلس المحلي، تم اختيار الأستاذ محمد عبو رئيس المجلس المحلي والدكتور علاء ملحم نائب لرئيس المجلس المحلي، وكان هناك تداول وحوار مع الحكومة المؤقتة بحضور وزير الإدارة المحلية ومجموعة من أعضاء الحكومة المؤقتة، وفي استمرت المناقشات تقريبا حوالي نصف ساعة إلى ساعة، وكانت النتائج يعني مرضية لجميع الأطراف وخصوصا أعضاء المجلس المحلي والضيوف الحاضرين. أول شيء بجبارك إن شاء الله تعالى أستاذ علي نكمل إن شاء الله المشيرة ونكون واحدة يعني نخدم هذا البلد. نشكر الأستاذ محمد عبد المجيد وحسيتها السابقة واللي كان فيها خلال سنتين أكثر بجهودكم كلها وبدعم الحكومة السورية المؤقتة الحين إن شاء الله تعالى.